السلام عليكم متتبعين ديال مروكن تيكليت ومتتبعين ديال بيتك مروكو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا الكونسيبت اللي كنستقبلوا فيه دي تيكليت مغربيين اللي كيبارطاجيو معنا مجموعة من المعلومات حول الشركة اللي خدامين فيها وحول لو دومين ديال تيكليت، وايضا نوليدج تكنيكال اللي كيبارطاجي معنا معارف تقنية وايضا ربما معارف مقاولاتي. فهاد الحلقة عندنا ضيف خاص تيكليت و سي تي او ديال نيبلوي سي عثمان كينان، واللي هو من الناس اللي كنعرفو شخصيا سنوات هادي و تري تري موتيفي في لا كوميونيتي تيك في المغرب. واليوم ان شاء الله غيبارطاجي معنا واحد العدد ديال المواضيع اللي غادي ندوزو عليهم ان شاء الله واحد بواحد. مرحبا بك سي عثمان، وشكرا بزاف على قبول التوا، راه وقتك مشغول وعرفت، ولكن لقيتي لنا بلاصه فين تقدر انك تبارطاجي معنا هذا الابيزود. شكرا سفيان وشكرا بزاف على الاستضافه، نتمنى انني نكون في حسن الاستضافه ديالك ليا ونبارطاجيو داك الشيء اللي كتب الله ديال المعرفه وديال الاكسبيريونس مع الناس اللي تيتصنتوا لهذا البودكاست. شكرا عثمان، واول سؤال كنبداو به هو واحد التعريف، شكون هو عثمان ولو باركور ديالو من بوتيتغ من التعليم ما بعد البكالوريا حتى وليتي في هذا البوز ديال سيتي. واخا عثمان، انا بعدا لافورماتيك دخلت نقولوا انا قوسين في حياتي من الصغر، من فريمون من الاخر ديال الابتدائي كان عندي اول كونتاكت مع لافورماتيك، ودغيا دغيا حسيت انه هذا هو الدومين اللي كيعجبني وهذا هو الدومين اللي بغيت نخدم فيه من بعد. دونك قرايتي كامله زعما تبعت الطريق اللي تدي باش تكون باش دير الهندسه في لافورماتيك. مهم دونك مهم بعد الباك كاس خيبا درت واحد بديت قرايه هنا في المغرب، ساليتها كملتها في فرنسا، خدمت في فرنسا واحد 3 سنين ونص، ومن بعد رجعت للمغرب. فوالا رجعت في 2014، كنت خدمت قريت لافورماتيك فوالا اوف كورس، ومني بديت نخدم في واحد ليكيب ديال الريشيرش ديفلوبمون في السيكتور بانكير. دونك كنا كنصاوبو دي زابليكاسيون اللي تيديروا الكالكول فينونسي، الكالكول ديال الريسك، المهم داكشي تاع الفينونس دو مارشي. خدمت في هاد ليكيب 3 سنين ونص كيف ما قلت، ملي كنت زعما بوندون طول السيجور ديالي في فرنسا، ودخلت المغرب باش بقيت في نفس الشركه تقريبا سيتي جينيرال. كان واحد لوفر في كازابلانكا، ودخلت معاهم باش نبدا معاهم هذاك الفرع الجديد. دونك كان شي 2014 صافي، وبقيت معاهم حتى 2020 مع الكونفينمون. بدلت الخدمه، دزت كان عندي دي كونتاكت مع نيبلويز، كونتاكت داز مزيان، وقلت نتوكل على الله في هاد لافونتور جديده مع نيبلويز. وفوالا ودوبوي 2020 انا في نيبلويز، دونك ساليت 3 سنين في ماي. مش الصوت وي غادي نهضروا على نيبلويز بتدقيق شويه وبديتاي شويه، ولكن قبل لفت الانتباه ديالي فاش قلتي بلي رجعت للمغرب. بزاف كنعرفوا بزاف تاع اللي جانجينيور دابا وكل شيء كيقلب انه يخرج لفرنسا ولا يخرج شي دوله اخرى. كيفاش كان هذا القرار انك ترجع للمغرب زعما وديجا انت بديتي لابي بروفيسيون ديالك على برا؟ شنو نقول لك، انا مني مشيت لفرنسا قبل ما نمشي وداير في بالي غادي نمشي غادي نقرا ناخذ شويه ليكسبيرونس ونرجع. وواقيلا بزاف الناس تيفكروا بحال هكا، ولكن كاين اللي تيفكر بحال هكا ولكن فاش تمشي تما تيقول لك تيجي صعيب يرجع. انا يا رجعت حيت جو بونس كانوا جوج على لي ريزون اللي خلوني نرجع. الاولى كنت باغي نقرب من العائله، مع العائله برينسيبالمون هي الدرجه الاولى، والدرجه الثانيه كان هذاك الفرصه اللي تحت ليا باش ندخل المغرب
واحد الكونتكست اللي تنعرفو مزيان. دابا الناس اللي ماشي من الحوايج اللي تخليو المغاربه اللي تكونوا برا يجيهم صعيب يدخلوا المغرب. كاينين الناس اللي ما يقدروش يعيشوا في المغرب، هذاك ما ندوش عليهم، انا ما عنديش مشكله، تعجبني المغرب، كنت ديما تنجي ندوز كونجي هنا، هذاك الشيء ما عنديش مشكل. ولكن الحاجه اخرى اللي ما تخليش الناس يزعموا يرجعوا المغرب هو الخدمه. انا براسي كنعرف الدراري خدام في المغرب، عطوني دي زيستوار شويه مظلمين على الرياليتي تاع الخدمه في المغرب. وانا اللي زعمني باش دخلت هذيك الخدمه اللي كنت فيها في فرنسا، هي نيت حلات فرع في المغرب، دونك فريمون غادي دير نفس الشيء كنت ديرو في فرنسا غادي ديرو في كاز، هو نيت مع نفس لي زيكيب، تخدم على نفس لي زوتي، تخدم كوبي كول، فهمتي؟ دونك زعمني اكثر انني ندخل المغرب. وقلت مع راسي اسمع اوبير ما صدقاش، غادي نعطيني نرجع لفرنسا ولا نمشي شي بلاصه اخرى، ماشي مشكل. كان باقي ما عندي لا ممجوج ما والو، فهمتي؟ باقي حر. وما عمرك ندمتي على هذا القرار؟ لا بارفي. الوغ هذه رساله الان باقي لحد الان باقي ما ندمتش، حيت بزاف الناس كنعرف منهم بزاف واحد كيكون باغي يرجع وتايزيتي، هذا دائما قرار شخصي، ولكن ديما حسب ورا. انا نقدر نقول لك حتى في المغرب كاين ما يدار، مي هذا تيبقى قرار شخصي، اي واحد خصو يفكر فيه ويشوف لي بلوز ولي موان ديالو. مي سي كاين التجربه اللي جاو وحسب راسه مرتاح وتبارك الله. راه حنا غنشوفوا ديغوا هذا الابيزود وتشوفوا شوفوا نيبلوي وتفاصيل اخرى على العمل ديال سي اكمل كينان. الوغ ندوزو لنيبلويز. الوغ اشنو هي نيبلويز اون جينيرال وشنو هما الميسيون ديالها؟ نيبلويز سي اون بواط دو سيرفيس، باش نعطي الترجمه زعما الديفينيسيون اللي كلشي غادي يفهمها. بواط دو سيرفيس اللي سن اكونبانيو لي كليون ديالنا باش نصايبو باش نديفلوبيو دي سوليوشن سور ميزور بور لي بيزوان ديالهم. سي اون جينيرال سي سا بو اتر سوا دو ديفلوبمون ويب، ويب ديفلوبمنت ولا موبايل ديفلوبمنت، تنديروهم بجوج. On fait aussi du design, mais surtout c'est du design dans le cadre de l'émission de le développement. Ou Nibelways, fait créé en 2017, ou en 2019, le groupe de les startups basées en France, c'est plutôt M33 ou la Théodo Group, le juste mien. Enfin, le mien officiel M33 ou le Kimarov de Théodo Group. وهذا الجروب فوالا كاين برينسيبال فرنسا، تكون في بزاف تاع لي فيليال، سي بحال دي اوموست ستارت اب، دي فيليال اوموست ستارت اب. كل واحده فاش متسبيساليزا، كاين سبيساليزين في دي تكنو ولا في دي تيب دو تكنو بحال دابا ديفوبس، بحال بلا داتا ايتترا. وكاين دي ستارت اب سبيساليزين بار سيكتور، شو اللي متسبيساليزي في الهيلث تك، او اللي سبيشاليزي في الفينتك. وكاين دي ستارت اب لي على حسب لوكاليزاسيون، كاين بحال دابا حنايا في كازا، حنا تنجمعوا لي ديفون سبيشاليتي تقدموا لهم كاملين. كاين في كازا، كاين وحده في لندن، وكاين وحده في نيويورك. دونك هاد الجروب هذا سي كاع لي ستارت اب لي فيه تبارطاجيو واحد طريقه الخدمه، تخدموا حنا بزاف باللين، تنامنوا بالابرونتيساج كونتينيو، الناس يتعلموا continuous improvement, continuous learning. الشركات الهدف ديالهم هو يكون واحد البلاصه في الناس يتعلموا ويتطوروا. حيت عطيني في لولين اللي ديمارا معروف عند تويوتا، تيامنوا بانه سميتو السر ديال لا ريوسيت هو الكاليتي. الكواليتي هي السبب ديال انه الشركه تنجح ولا ما تنجحش. داكشي علاش تنامنوا حنايا بزاف بهذه القضيه. من الحوايج اللي خلاوني انتيغري نيبلويز هو هاد الاهميه اللي تتعطى للكاليتي، ماشي غير خصك تكودي بالزربه وتخرج بالزربه. فريمون تنحاولوا نتاميليوراو، اي حاجه درناها تنحاولوا نديروها احسن من بعد. ملي نقولوا الكاليتي واش نقصدوا فريمون لا كاليتي ديال لو كود ولا لا كاليتي ديال لو ريزولتا لابليكاسيون اللي كتخدموا لهم؟ هو الكاليتي ديال الاند ريزولت، يعني هذاك الشيء لا بيس ولا الحاجه اللي تيشوفها لوتيزاتور. هذا انت مشات شي طوموبيل، كتشوف الكاليتي ديال الطوموبيل،
d'accord. Ou c'est juste la qualité des robots les saloupes avec les pièces. ولكن الا كان الروبو راه بياسه مصايب خايب ما كايت خايبه راه البياسه اللي صوب تكون خايبه دونك الاند ريزالت هو لو برودوي فينال ولكن ما تقدر دير ان برودوي فينال زوين الا ما كانش تحت منه داكشي زوين فهمتي على الاقل ما غيكونش يكون قدر يكون زوين في الاول من بعد خياب وي اكزاكتلي الوغ بالنسبه للنيبلوي قلتي لي التكريات واش التكريات في فرنسا في المغرب لا لا في المغرب مغرب المغرب تكريات مغربي نصير فدير هو السي او ديال سي او اون فاوندر و فوالا كيت في المغرب وعاد حتى 2019 عام من بعد عاد تهاشتات باغ لو جروب خرجت للعالميه العالميه العالميه تبارك الله عليكم الصراحه كيعجبني انني نشوف يوز كيس الصراحه ما كان في راسي هذه المعلومه ديال نيبلويز راه تكريات في المغرب ربما لان تنعرفوا انا التكنولوجيا عموما كتكخي على برا عاد كتجي المغرب مي هذه واحد الستوري اللي فريمون زوينه واللي عرفتها دابا وفرحتني واللي ان شاء الله غنسلطوا عليها اكثر وناخذوا نتلاقاو ميبي مع السي او في واحد الكونسيبت اخر ديال جلسه مع ان شاء السي او الله باش يعاودنا اكثر على لا بارتي بيزنس وكيفاش كانت هذه الاكسبيريونس. الوغ حنا السلوغون ديال نيبل ويز هو وورد كلاس تك ميد ان موروكو ميد ان موروكو وورد كلاس تك ميد ان موروكو. تبارك الله شتي كيف تيجيب الافتخار بالهويه ديالنا وبالتمريب ديالنا وبمروكو كي قلتي ميد ان موروكو واحد البراند اللي خصنا نخدموا عليها اونصومبل كاملين بحال بيستيك موروكو ميد ان موروكو زوين. الوغ نبقاو دائما في النبلوي ودابا غندوزو للفقره اللي تابعه اللي هي فريمون تنا بنهضروا على الاكسبيرتيز ولا تكنولوجي اللي كتخدم بهم از ستيو ديو في نيبلويز. يعني اشنو هما اللي تكنولوجي كتادوبتي واش كاع لي تكنولوجي مثلا باك اند فرونت اند واش كديروا شي بارتي ديفيني. بغيت نعرف اكثر على لي تكنولوجي اللي كاينين في الانفيرونمون ديال نيبلويز. وفات التكنولوجيا اللي تقدر تخدم في واحد الشركه تكونوا تحكموا عليهم بزاف على العوامل، ولكن من العوامل المهمين هي لاطاي ديال الشركه. دونك الا ما كنتي بحال دابا حنايا نيبلويز حنايا بينا واحد نقول 45 تك تقريبا، ما تقدرش دير 20 تقدرش دير 20 تكنولوجي فيهم فهمتي، ما غاديش تميتريزي حتى حاجه. دونك عندنا دي تكنو اللي حنايا برينسيبال اللي تم انفيستيو فيها بزاف، تنكريو دي تولينغ انترن، المهم تندوزو الوقت اون دور ديال لي بروجي باش ناميليورو ليكسبيرتيز تاعنا فيهم. وكاين دي وكاين دوطخ تكنولوجي اللي تن اللي تن سميتو تن تطلعو كومبيتونس فيهم سميتو او فيغ ا ميزور ديال لي بروجي اللي تنخدمو فيهم. حنايا نيبلويز معروفه سورتو ب في الفرونت نستخدمو برينسيبالمون رياكت، و دوبلي واحد العام ونص بحال هكاك ادوبتينا نيكست جي اس، دونك اللي هو براسو خدام على رياكت. ومن الاول حنايا ولا ادوبتي حيت بان لينا انه هذاك بوتستراپر اونتر غيومي ديال رياكت اللي هو كرييت رياكت اب داتي سلوي داون، ما بقاوش يخرجوا ليه لي فيرسيون بزاف، وبان ليا او ميم طون انه نيكست جي اس باش يطلع عليه في لاكوت. دونك استعملنا فريمون نيكست جي اس بحال ريبليسمنت ديال سيرا كرييت رياكت اب. دونك في الاول ما استعملناش فريمون لي فونكسيوناليتي تاع نيكست ديال الاس اس ار وداكشي افونسي تن نيكست. دونك فوالا اوبينينيات ديما هاد الكلمه اوبينينيات عكل ليا اوبينينيات. المهم زقلت راه حيت كاين واحد كاينه فيها واحد السيلاب الا بغينا نفكروها بالعربيه صعيبه تلقاو لها ترجمه العربيه. عندها ما عرفتش ما فكرت فيها بالعربيه، كاين ربما كاين الاوبينيون نقدر نقول رايي، ولكن باش تجي لهاد الاوبينيتيد صعيب انك تلقى ليها، قدر تلقاها بجمله ربما نخليو فاش تفرطج ان شاء الله لي بيزود الناس اللي كيتفرجوا فينا اللي عارف تقولوا لينا في لي كومونتير عافاك ولا فريمون راه حسنا. وي انا راه حسيت بلونغلي باش تخرج ليا اش كنقول.
ديك نيكست جي جي اس. اس. دونك نيكست جي اس كان بالي طالع وفريمون استعملناها غير كوم ريبليسمنت ديال سيرا. تخرج لنا حتى هو دي فيشي ستاتيك مثلا هوستيوش انت هوستيوش دي انستانس تاع نيكست جي اس وداك الشيء فريمون غير تخرج لنا دي فيشي ستاتيك تنهوستيهم بحال كما تنهوستيو سيرا. وبتيت ابتيت بدينا تنستعملوا لي فونكسيوناليتي ديال نيكست جي اس اللي افونسي شويه تو سكي اس اس ار اتسيتيرا اس اس جي اتسيتيرا. Donc là, c'est en France où on fait aussi sur quelques projets du Vue ou du Angular, mais c'est principalement du React. Côté back-end, on fait maintenant Spring Boot ou .NET. Dommage les technologies les cerfs mouvés ont besoin de le back. Ça fait aussi chouïa Node.js. Node.js, ouais c'est ça, voilà, c'est donc Spring Boot, .NET, Node.js. Ou par exemple Spring Boot ou .NET, on avait assez du temps, parce que c'est beau, un boilerplate, les technologies, on peut démarrer des projets préconfigurés, si on regarde les best practices, les termes là, on regarde les projets qu'on a fait avant. Ou avec les boilerplates, vraiment, si on regarde les termes, on peut apprendre quelque chose. من ان بروجي تنتعلمو شي حاجه من شي بوك تنتعلمو شي حاجه من شي انفيستيغاسيون دار شي دري تعلم لقى شي اوتي جديد ايتترا. هذاك النوليدج كريستاليزيو في هاد لي بول بليت باش كاع لي بروجي اللي من بعد يستافدو منهم. بارفي. فوالا. وبالنسبه لابارتي ديال الكونتينوز قلتي كتمشيو بلا بارتي كونتينوز انتجريشن مي بيش كونتينوز ديفلوبمنت، واش كاين شي تول اللي فريمون كتركزوا عليها في هاد البلاصه ديال ليفوبس نقولوا؟ Ça dépend من les clients. Comme si, par exemple, nous on a un terme, c'est un autre zaki. Ou les kinkin des clients, les types de tloi qu'on a, ils ont GitLab Dialog. GitLab, oui. C'est le posted. Donc, kinte GitLab. Qui n'ont pas des clients les plus, comment, qu'on utilise le Azure DevOps, voilà, parce qu'on a des contrats avec Microsoft, plusieurs fois, ils ont cherché. Donc, qu'on fait Office ou Windows, ils ont cherché au fait ça Azure DevOps ou des choses. دونك هادو هما الثلاثه اللي تيستعملوا عندنا بزاف، جيت هاب جيت لاب و ازور ديفوبس. شكرا. قلت لي واحد لو بوين انك كنت تخرج من برياكت خدتو من بالكريت رياكت اب ابري زدتو نيك جي اس كاسي تي او، كيفاش كيجي هاد القرار باش انك تبع لي توندونس تعرف اش خصو يخدم واش ما خصوش يخدم، وفي نفس الوقت كيفاش تخلي التيم ديالك انها دغيا تخدم ديك التول ودغيا تعرفها وتعرف كيفاش غادي؟ انا شخصيا راه ما عرفتش واش تكون تشوفني في تويتر تندور بزاف في تويتر مفولوي بزاف الدراري ديال لاتيك في المغرب وبرا المغرب مي سورتو برا المغرب. دونك تنشوف لي الحوايج اللي تيتدوا عليهم اكثر وملي بان لي شي حاجه تيبداو يدوا عليها تو بلوز اون بلوس تندن كروزي تنشوف تنتبعهم تندير واحد البوك تندير شويه بنش ماركينغ تنشوف شنو اللي يقدر يزيدنا ولا ما يزيدناش ولا امتى نقدروا نستعملوا هذيك لا تيكنو. بحال دابا من الحوايج اللي دابا اون سو مومون تريندي كاين استرو بزاف الناس يدوا عليه لو تيبان شي حاجه اللي زوينه تيدوا عليه تقولوا فوالا سي ان تروك سامبل ايتترا او دايروا في لا ليست ديالي باش نبوكي حتى هو. ابخي الى لقيت قد شي دراري في نيبلويز اللي تمتن كلس معاهم تنبقى نتناقشوا هكا لي تروك جداد داكشي كاين بعض المرات يكونوا شي دراري انتيرس يقولوا هذا مريكل نبغي نجربو تخليه هو يدير بوك ويقول لي من بعد شنو بان ليه داكشي. نيكست كانت بدات بحال هكا نيكست زعما في نيبلويز سي واحد الدري اللي بوكا داكشي واقتنعنا انه احسن من سيغا وادوبتينا. اوكي الوغ ملي كنجيو البوك واللي هو البروف اوف كونسيبت كان شي واحد كياخذ الفكره وكيحاول يدير شي ديمو ولا شي حاجه يبريزونتيها ليكيب. الوغ ليكيب ملي كيعجبهم تيتونجاجاو تيبداو يلونيو ولا كديروا واحد النوع تاع الستاندرز عاد كتدوزوها للتيم كومون سا كيفاش كدوز من البوك ولا البروف اوف كونسيبت حتى تولي راه خدام بها لي تيكون بحال هذاك السيد الدري اللي دار هذاك البوك الا ما غادي يخدم ما غادي يبدا شي بروجي جديد غادي يكون طونتي يخدم به يستعمل هذاك لوتي.
دونك حنا تنشوفوا واش كاين ان ريسك مثلا في البروجيكت، ماشي ان بروجي ديال ان كليون، ماشي شي حاجه اللي تبقى تجرب فيها دي تروك اللي فهمتي او هازار، تدير واحد ليستيماسيون ديال واش ريسكي ماشي ريسكي، تكون عندك واحد النيفو دو كونفيونس، تكون عندك واحد النيفو دو كونفيونس كبير حيت شفتيها حيت جربتيها في دي بوك واش جربتيها في دي بروجي اون انترن، ديك الساعات تقدر تستعملها في ان بروجي. وفي البروجي فين تيبان لك زعما المشاكل اللي ما كنتيش فورسيمون شفتيهم في دي تروك انترن، ولكن تكونوا شي مشاكل صعاب اللي تيقولوا تندموك علاش استعملتي هاد التكنولوجي جينيرال، باسكو تتكون تتحاول هاد المشاكل اللي بحال هكا تانتيسيبيهم في الاول. الوغ كاين واحد لابروش اخرى اللي كتحمل واحد، المهم كاين واحد العدد الناس كيديروها، هو انك تتادوبتيها وابخي كتشوف المشاكل ديالها، يعني ماشي فريمون اي، ولكن ماشي فريمون سا ديبون بحال بان عندي طابع جديد يعني اللي خرجت بدا صعيب حيت الثاني تو هذا الكليون ملي تيجي عندك ان كليون تيدير فيك الثقه باش تصايب ليه ان برودوي زوين، ما غاديش تبقى تجرب عنده اي كاليتي ديال الحاجه. لا ما تجربش اي حاجه، تكون عندك مزيان الا كنتي تقتنع انه شي حاجه اللي مزيانه غادي تعاون هذاك البروجي وتعاون الكليون باش يافونسي ستوكل على الله، ولكن ماشي غادي تقول واحد 20% يصدق 1% ما يصدقش، ماشي تما فين غادي تجربوا تجربوا في بروجي انتر مثلا او بروجي انترن بحال بكره انا دي بروجي انتر جربوا فيهم دي تروك واقع، ولكن فهمتي خصك تضرب وتقيس. اوكي الوغ سؤال غيكون اخر سؤال في هاد لابارتي، وهي عندها علاقه بالكاليتي اللي هي ما يسمى بالديرلاين. انتم كتخدموا مع الكليون يعني برودكت ماشي ديالكم، ديكو كتحطوا ديك ديدلاين مع ناس اخرين، كيفاش تقدروا تجيو هاد القضيه ديال الديدلاين واش كتنجحوا فيها اللي مهم؟ وفات حنايا نعاود لك الاكسبيرونس ديالنا فين بلويز الوغ فيديو تسمح لي قاطعتك، الهدف من هذا الكونسيبت هو اننا في كل حلقه كنحاولوا نعرفوا واحد الاكسبيرينس ديال واحد الشركه والتجربه ديالتها، هذه رغبه منا باش اننا كاين بزاف الناس كيبداو ما عارفين والو تياخذوا بعض المعلومات اللي ربما ما كاينينش في الانترنت، خصو يكون وسط الشركه باش يقدر يعرف كيفاش كتخدم الشركه. ديكو اسئله كثار، الهدف ديالهم كاين بزاف الناس غيكونوا عارفينهم كيتفرجوا فينا، مي راه كاين ناس اخرين اللي بوتيت ما كانش عندهم اكسبيرينس بروفيسيونيل بزاف، اللي خدامين واللي عندهم دي بيزنس ديالهم ميبي، ولا اللي غيبداو البيزنس ديالهم، لازم لينا نعرفوا اش كاين في الواقع، اش كاين في الشركه، كيفاش كتحل الشركه التحديات ديالها، واش كيختلف من شركه لشركه. في كل حلقه راه تلقاو واحد النوع ديال الاجوبه مختلفه. سمح لي قاطعتك، اتمنى المهم كنحاول ما كنحسوش اشرح بزاف، هذه فرصه خديتها باش انا نشرح فريمون لو كونسيبت وكيفاش كيفاش كيفاش خدام. مزيان بزاف القضيه، حيت صعيب تكون عارف كي شنو تيوقع في الشركات الاخرى، يعني لما جاوش الناس اللي خدام في الشركات يدوي على شنو تيدير. وتا انا ماشي غادي ندير، ندوي على زعما التجربه ديالتي في نيبلويز. واخا دونك سؤال زوين بزاف، قلتي كيفاش نديرو باش نحترمو لي ديدلاين، ياك هذا السؤال؟ وي اكزاكتلي. واخا شنو هي الحاجه في نظرك اللي تقدر تخلي انه ما تحترمش الديدلاين ديالك؟ انا نقدر نقول لك البوان اللي كتجيني انايا سبب هو شي بلانيفيكاسيون ما كانش مزيانه، ميبي وحده منهم من ابرز الاسباب، كاين اسباب اخرى يعني انا كيبان لي من ابرز الاسباب هي البلانيفيكاسيون، ميبي احترام ديال لو تيم ما كانش غادي مقاده، بيجيت ما كاينش النوليدج الاكسبيرتيز اللي يمشي، كاين بزاف الاسباب. مي انا بيرسونيلمون الراي ديالي خاص تنقول انا الا كان ان بلانين اللي مزيان اللي كيحترم لي كونديسيون ديال ليكيب والشروط والعمل ولو بوتونسييل ديال ليكيب والهمل المهام اللي خصهم يتخدموا، الا كان واحد البلانين مزيان واحد 90% نقدر نديرو ديال لاين، ولكن البلانيفيكاسيون تكون مزيانه. وي هو الا كان عندك بروجي فيه عام، صعيب انك زعما اللي كان جيتي استيمي ولقيتي فيه عام، صعيب انك منها الاول تقول اوكي البروجي غادي يشد لي عام وتجيب على العاتق. اكزاكتلي فاش نقول بلانيفيكاسيون باي ذا وي سي ستمان، راه ما كنقولش لي ميثود القدام ديال ستريكت، لا حتى نهضر ميم كي قلتي قبيله لين و اجايل، يعني تو بو شونجي مي تو خاصك تلو ماكسيموم بوسيبل في البلانيفيكاسيون
pour avoir بعدا داك الكلمه الاولى اللي كتعطي tu peux être flexible مي لو ديدلاين ما تبقى ديدلاين ما غاديش تقدر تبدلو مي لو بلانيفيكاسيون الا كانت لو ماكسيموم ديالهم كثر المهم باش نوضح الفكره لان انا تنامن بالاجايل واللين عندي من بعد نهضروا عليه باش ما تبانش تنديروا ان بلانيفيكاسيون بحال القديم كنبقى نديروا كاسكاد موديل كاسكاد كنبقى ندوزو من فيز لفيز تنوصلوا لا لا شي شي كنقول غادي سي ادريس في قطعتك واخا دونك لي الحوايج من الحوايج اللي ماشي خليو انه ما تحترمش الديدلاين دونك كاين تكون واحد داير واحد البلانيفيكاسيون و هذيك البلانيفيكاسيون ما تصدقش علاش شنو شي يخلي انه البلانيفيكاسيون ما تصدقش قدروا شي حوايج يخرجوا من الجنب دونك كنتيش معول عليهم كاين شي حوايج اللي صعب من داكشي اللي كنتي مانتيسيبي ياك كاين اللي قدروا كان بلوكاج وما تعرفوا انه بلوكاج حتى الاخر كاين فهاد اللي من الحوايج اللي تيخلو دابا تنقولوا ما تحترمش الديدلاين ولكن امتى تعرف راسك انك راه ما تحترمش الديدلاين واش حتى تقرب توصل الديدلاين ولا تقدر تونتيسيبي واحد شهرين قبل ولا 3 شهور قبل انك راه هذيك الديدلاين ما غاديش تشدو المهم بالنسبه لك انت الجواب ديال اللي سولتيني اش هي اهم حاجه بالنسبه لك اللي كتخليش هادشي اللي قلت دابا هادشي اللي قلت لا دابا تا قلت لي اننا ما كنجحوش في البلانيفيكاسيون كاين شنو السبب زعما اش هو العامل ما يخليكش تنجح في البلانيفيكاسيون هو لانكوني لانكوني اوكي لانكوني لي لانكوني حيت نقدر نقول حاجه بال ليستيماسيون ما مزيانينش ولكن علاش ما تكونوش مزيانين حيت اون جينيرال تيكونوا بسبب لانكوني حاجه اللي ما عارفش بون حنايا في نيبلو تخدموا بدي سبرينت دونك بالاجيل عادي غير هو البارتيكولاريتي ديالنا سي صح ما عرفتش البارتيكولاريتي مي حنا شنو تنديروا تنحاولوا نديروا واحد الفيدباك لوب تكون قصيره 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 بزاف ما بين الكود لي ديفلوبا والراي ديال الكليون على داك الكود لي ديفلوب باش ديجا بعدا هذه تتحل المشاكل ديال رانا لي سبيكت يقولوا حاجه وكودات حاجه وما تبان لك حتى تضرب واحد 3 شهور فهمتي هذا تقول لك لا راه ماشي هو هذاك الشيء اللي كنت باغي نقول لك دير دونك هذا مشكل اللي تيوقع الحل ديالو سي كو انت ستكودي وديك الساعه انت او فيغ ميجور ستكودي ولو كليون تي فاليد داك الشيء اللي ستديفلوب وي باقي شي مازال كاين كاين حوايج اخرين ديال لي بلو ميكرو فهمتي داكشي اللي في الحياه ديال الحياه اليوميه اللي تخليو انه تتجمعوا لي غوتار وفي الاخر تتصدق ما شاتش الديدلاين ديالو مثلا تكون داير خدامه على ان تي كي تيستيما 5 ايام ياك مثلا هذيك التي كي خدام عليه الديفلوبر خدام تجي تسولو في النهار الرابع تقول لي فين وصلتي تقول لك مازال لي واحد 50% ديال الخدمه تقول لي راك ضربتي 4 ايام ولا 3 ايام كاينش باقي لك 50% ولا 60% ديال الخدمه قلت لك كان عندي واحد البلوكاج وبقيت نطيف على واحد شويه شحال و فهمتي ومن بعد او كاع استاد وكاع كان صايبو مزيان 5 ايام وتي ديفلوبي تجي دير لي كود ريفيو تلقى داكشي اللي كتب ما ماشي هو داكشي اللي كنتي تديرو في بالك هادو جوج المشاكل مختلفين المشكل الاول ديال 40 زعما تيدوز الوقت و زعما الوقت اللي تدوزو ماشي بروبورسيونيل على الرياليزي في هذاك لاطاش حنايا الحل اللي درنا سي ما خصناش ما عندناش دي طاش فيهم 5 ايام ما عندناش دي تيكل اللي مقسمين 5 ايام فنحاولوا نقسموا الخدمه الماكسيموم باش الى خدت الوقت تاخذ نهار علاش حيت في ميت دير ستاتيو في الديلي كل ديلي ياك وش واحد قال راه هاد التيكي باقي خدام عليه غير هاد الجمله بوحدها تتبين انه راه كاين ديسفونكسيون ما تحتاجش ماشي الوغ كي الا كخدم عليه 5 ايام تقول لك 4 ايام وتقول لك راه باقي خدام عليه وعادي حتى ما يقول ماشي كاين شي مشكل الوغ كي الا كان التيك خدام على ان تيكي لي ميستيمي في نهار ولا اقل والغد ليه قالك مازال خدام عليه راه ديك الساعه تديكلونشي تقول اوكي علاش خدام عليه جي نشوفو واش لي تيك ماشي كلير واش اون سوز استيمي واش تريغري واحد البروسيس ديال الاناليز علاش
ومن هذا البروسيس ديال الاناليز يخليك تعلم دي تروك فهمتي تقول اوكي صبر حنايا ملي جينا نستيمو هاد التيكي راه ما خدينا في عليه فارات فهادشي شنو نقدروا نديروا باش المره الجايه المرات الجايين ما نطيحوش في هذا المشكل هذا اتسا دونك هادي الاولى ديال باش نتفاداو هاد الغوطار من هاد النوع كاين الغوطار الثاني اللي قلت ديال يقدر يسالي التيكي وفي الكود ريفيو تلقى خصك شي كامل يتعاود ولا ما فهمتي ما امبليمونتاش بالطريقه اللي خصك امبليمونتاي اتسا هنا عندنا واحد تنديروا هي في الدار بحال شي ديزاتولي ديال الديزاين تقول اوكي الديزاين تكنيك تقول فوالا عندي واحد الفيتشر غادي نديفلوبيها الا كانت اون جينيرال تكون دي فيتشر ماشي يكونوا دي فيتشر كبار هذه اللي تلقاو اون جينيرال في المارشي تي تيجلسوا دي تاك تشوفوا اوكي هذه كيفاش غادي امبليمونتيها كروسو مود حنا تنديروها بواحد الطريقه بلو بوتي زعما تيكي تيكي دابا ديك التيكي ديال النهار ولا ديال نص نهار تيكونوا قبل ما يبدا السبرينت تيدار باكلوغ ريفاينمنت فين تيتفقوا على شنو هما لي تيكي اللي نبغيو نشوفو في هاد السبرينت وغير الغد ليه ولا داك النهار تنديروا التكنيكال ريفاينمنت اللي هو تناخذوا هذوك لي تيكي ديال الباكلوغ ريفاينمنت وتنقولوا اوكي هاد التيكي هذا باش نامبليمونتي شنو خصني ندير تقريبا تكنيكمون خصني امبليمونتي هاد الاي بي خصني نكتب هاد الاي بي اي بهاد الاند بوينت خصني ندير هاد كومبوننت خصني غيتيليزي هاد الكومبوننت ديجا كاين كتروح هاد لاتولي تدار اون غروب و تيكون فيه مينيموم تيك ليد و ان ديف وعلى حسب لي بروجي كي يقدر يكون اكثر من ان ديف مينيموم تكون فيه ان تيك ليد و ان ديف و تقدر تيدور و تكون واحد ياخد واحد ساعتين بحال هكاك و بعض المرات اكثر تنشوفوا ديك لي تيكو تنقولوا تنحاولوا تتفقوا على واحد استراتيجي دامبليمونطاسيون باش ما يكونوش فهمتي موفيز سوربريز في الاخر ديال كود ريفيو راه ماشي هادشي اللي كان في بالي انا يخصك دير هذا الهدف الاول ديالو والهدف الثاني ديالها في كل تحط دي استيماسيون ماشي ظهوري فهمتي حتى ملي تيبان لك شنو خصو يدار تقدر تعرف احسن واحد شويه شحال خص ديال الوقت ماشي بحال اللي بان لك واحد السطر ديال البيزوان هذه خصها خمس ايام هذه خصها ساعتين فهمتي عندك داكشي مكتوب تقدر تقدرها اكثر و اون جينيرال لي استيماسيون قد ما صغارو قد ما تكونوا بلو بريس فهمتي زعما البروبابيليتي انك تزقلها في لي استيماسيون ديال شي حاجه تاع 5 ايام كبر بزاف من تزقلها في شي حاجه ديال نص نهار ولا ديال نهار اوكي كملت هاد لي بوين ياك عندي واحد جوج اسئله هادو من الحوايج اللي تنديروا في الدي تو داي باش نقصوا من الغوطار باش ميتريزيو الغوط ماب وعاد كاين واحد الخدمه تدار بلو ماكرو ديال اوكي كل سيمانه في كل سبرينت حنا عندنا دي سبرينت اون جينيرال ديال سيمانه تنديروا ابديت ديال هذاك الغوط ماب ديال البروجي تنشوفوا واش باقي غاديين معها مكاد واش كاين شي حوايج اللي غادي يخليونا نديكاليو ولا كانوا شي حوايج اللي غادي ديكاليو تنحاولوا نبريوريزو مع الكليون واش كيفاش نقدروا نديروا بارابور ديك لي فيتشر اللي مازال يدارو ماذا خصهم يدارو واش نقدروا نديروا باش نبقاو في لو جالون ديالنا في المايلستون ديالنا اوكي بارفي شكرا باين واضح وبين قلتي واحد العدد المسائل لي فريمون مهمين بزاف ولكن غادي نسول جوج اسئله اللي بانوا لي هنايا هو الاول قلتي لي كتخدموا مع الكليون سبرينت باي سبرينت ديك واش ما كتعطيوش واحد ديدلاين فينال تاع كلشي وكتخدموا مع ديدلاين باي سبرينت اولا كتعطيو ديدلاين فينال ابري كتقسموا وكتعطيو ديدلاين باي سبرينت كاين هادشي اللي قلت في الاخر كاين الماكرو بلان اوكي عندنا فيزيبيتي جلوبال ما تبقاوش خدامين سيمانه بسيمانه كي حتى شي واحد يبغي يخدم غير سيمانه بسيمانه فهمتي ولكن عندنا لا في جلوبال البلانينغ جلوبال ديال البروجي هو اللي تخلينا نعرفوا شنو هما لي مايستونز اللي خصنا نحتارمو تكون عندك عندك المايستون الاخر ديال الاخر البروجي ولكن تكون عندك واحد اخر الوقت وهذا الماكرو بلان هو اللي تخلينا نشوفوا راسنا بارابور هاد المايستونز وتنشوفوه مع لو كليون كل سيمانه في السيريموني بارفي سؤال الاخر واش كنتي كتهضر على لي ديفيزيون قلتي كنديروا دي تيكي في نهار هادي حاجه زوينه وايديال يعني اللي يقدر انه يدير تيكي في نهار ولا اقل راه مزيان ولكن كنعتقد ان بحال هذا النوع ديال لي تيكي تيخلق واحد مجموعه من بزاف الناس خدامين على دي تروك مترابطين يعني بلاتي كاين واحد الفيتشر صغير وخدامين عليه اربعه الناس كل واحد خدام على ام تيكي
واش كتخدم هكا اولا واحد كيخدم على وي فازي واخا انا نطرح لك السؤال الا كانوا دي تيكي كبار علاش ما تيكونش هذا المشكل؟ اوكي حيت واحد خدام عليه على تيكي حيت واحد خدام عليها حيت نورمالمون غيكون واحد خدام على ديك التيكي ديك غيديرها بوحدو ما يكونش شي كونفليكت كبير لان نورمالمون ولكن الاخرين شنو تيدير؟ تيديروا دوتخو تيكي وصافي دوك هي هذيك غير هذاك التيكي الكبير بلاص ما يكون عنده تيكي واحد كبير تكون عنده بزاف تاع التيكيات صغار هي ما هي ولكن اكزاكتلي ولكن ما كتوصلش شي ايتاب فين كاين واحد التيكي كبير وفيه بليزيور تيكي صغير وخدام عليه ليكيب ما كتوصلش هذا المشكل هذا وي تتاريفيو توجو انكم تفرقوا دي سلوت اللي ما مترابطين يعني ما كاينش واحد لانديبوندس كبيره بيناتهم واش كتاريفيو ان تنجحوا بهذا الاستراتيجي تنديروا شي حوايج تنديروا شي حوايج باش نوصلوا لهذا الهدف عندنا واحد الهدف دويت على التكنيكال ريفاينمنت تي ار التكنيكال ريفاينمنت من بين لي اوتبوت ديالو هو كاين كل تيكي غروسو مودو شخصي دار بي فلامبل مونطاسيون ليستيماسيون وكاين ديبندنسي غراف فوالا دونك عندك واحد الغراف دو ديبوندونس على تيكي خص باش يدير شي دير تيكي تيكي باش يدير تيكي وتنحاولوا نديروا لي تخيك اللي تكونوا باغ فهمتي واش يبان لك شنو تقدر باراليليز اوكي الوغ قلتي قبيله كتخدموا بجيره باي ذا واي كتخدموا بجيره وبشي كل على حساب الكليون على حساب الكليون كل كاين كتخدموا بتريلو جيرا انا دي كليون خدامين بكليك اب وكانوا دوتر كاين دوتر زوتي اللي ما عرفيش بزاف parfait اه كاين نعم ماشي سميت وي كاين موندي جو كرو كاين اسينا وي اسينا جو كرو اش واش اسينا مو بحال في سميه بحال هكا موندي ما نقدرني به اس ان اي يقدر وين اسانا اسانا اكزاكتلي 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 اسانا اس ا ان ا كاين شي اضافه سي اتمنى في هذا الفوليوم قبل ندوزو لواحد الاخر اخر ديال لي ديدلاين فوالا هادشي اللي كان هو السيكريت صوص اونتريوم ديالنا سي هاد لي تيكي صغار نديرو لي تي ار باش يكون عندنا ليستيماسيون مزيانه وكاين جيستيون تاع لي ديبوندونس الحوايج اللي تيخليوك تعطل وميثل تكون تتسنى شي حاجه اخرى تجيك ما عندكش حتى التحكم فيها هلا باش ابي يخص تصايبلك شي اكيب حتى اخرى ولا وهادو تنحاولوا انتيسيبيهم في هذاك البلانينغ الكبير كيبانوا فيه كل فيتشر شنو هما الحوايج اللي تديبوندي منهم وتندوا عليهم وتنغولونسيهم بزاف تاع الوقت قبل ما تبدا هذيك الايبيك باش ملي تكون بادي هذيك الايبيك تكونوا ديجا عندنا لي ديبوندونس ديالنا متسنى واحد الحوايج اللي كنديروا الوغ ندوز واحد لو بوين اخرى اللي قلتي قبيله هضرتي على واحد لو بوين مهمه اللي هي الكاليتي قلتي انا الكاليتي هي واحد الميسيون الاولى اللي كتركزوا عليها في النيبل ويز ربما سؤالي غادي نقول اشنو هما اللي لا فيلوزوفي ديالكم اولا لي نورم اللي كتحاولوا تابليكيوهم باش انكم تطلعوا من هاد لا كاليتي وبتيت قلتي شويه قبيله مي نتعمقوا شويه في هاد البوين صراحة دابا تنحاولوا نكونوا ميثوديك في خدمتنا شنو هو العكس ديال الكاليتي شنو هو الحاجة اللي تخليك تقول هذا البرودوي راه واخا تكون غير يوتيزاتور فهمتي ماشي انت ما تستعملش حاجة في الداف تكون تستعمل شي سيت حاجه غتشوفها تقول هذا البرودوي هذا السيت هذا موفيز كاليتي الوغ غاسيت ما كتسولني اسئله صعيبه اللي اوبينيتد يعني كل واحد انا ما عندك الراي ديالي عطاني الخاص كتشوف الكود كتشوف غير البرودوي فينال انا بالنسبه ليا كاين جوج دو فولي كاين فولي ديال نقدر نقول يوزر اكسبيرينس يعني داكشي كيفاش داير مروان شي الفوق شي التحت بالتخدي راه الكواليتي كطيحه بالنسبه ليا هذه ما يعجبنيش حاجه اخرى هي شي حاجه ما خدامهش كنت ندير شي حاجه وتوقف ولا تبلوكا ولا بغيت ندير شي حاجه وما باش تخليني نديرها وديك طلع لي الدم حنا الاشياء تنسميو ديبوغ البوغ ديبوغ حنا تنديرو حنا تنستعملو واحد لابروش هاد لو تيرم ما اخترعتو دابا بوغ دريفن كواليتي دونك فوالا شوف
خصنا نكتبوه دابا راه خصك تحفظ نقلبوا عليها ياك ما كاينش خصك تحفظ بسميتك. yeah. تمام بوك قالها دريفن بوستك كواليتي. ام تي ال قال بوك درايفن كواليتي. ثاني بوك دريفن كواليتي هو تا كاليتي تبداها من المشاكل اللي عندك. اوكي ممكن دي بون براتيك اللي تقدر ديرهم فهمتي اللي باينين فهمتي كيف ما بغى يكون دي ستاندرد اندستري ستاندرد بحال لينترز بحال لي تيست ايتترا هادشي اش تنديرو ولكن تنحاول ندفع لي زيكيب اكثر تحاولوا يحاولوا يشوفوا لي بوغ اللي تكون عندهم ماشي ضروري لي بوغ في البرود غير بحال دابا قبيله تندوي على لي تيست تندوي على تنديروا الكود ودغد ليه ولا هذاك النهار نيت الكليون سي تيستي الى هذاك التيست قال لك ما مزيانش هادشي بوغ انا بالنسبه ليا وفي الديفينيسيون تاعني بالويز هذاك بوغ بوغ ماشي غير حتى يوصل البرود عاد تولي بوغ ولا في الغوسات ولا يو ار تي بوغ لا الغد ليه تاع الديفلوبمون الكليون قال لك كاو بوغ بون الى كان ان فري كاو في هاد السيتواسيون بهاد البوغ ولا نابوغ اي نوع تاع البوغ واحد اخر حنايا لابروش ديالنا هو خصنا نفهموا هذاك البوغ علاش وقع شنو اللي خلى ليكيب في ليكيب ماشي اون بيرسون ليكيب انها تبرودويزي هذاك البوغ وتت اناليز تشوف اوكي واش الا كان فريمون ان بوغ تكنيك حيت بعض المرات البوغ انواع كاين بوغ ديال راه غير ما فهمتيش البيزوان كل يوم مزيان كاين البوغ ديال ارى واحد الادج كيس راه ما دويناش عليه ما خدتوش بعين الاعتبار وكاين بوغ لي بوغ انت ملوغي تدير اف 5 تديلوغا كيفاش شي واحد يقول لك لا هذا راه باي ديزاين اتس نوت ا فيتشر درا بوغ انت اذا تحاول تاناليز هذا المشكل وتشوف شنو اللي خلى انه هذاك البوغ خرج وتحاول تاناليزي بالفايف وايز على تكون هذه ايتترا ايتترا هذه لابروش الاولى لابروش الثانيه هو تحاول تشوف البوغ فيكس تشوف البول ريكويست تاع البوغ فيكس وتحاول تبان لك فريمون تماك في البوغ فيكس تبان لك شنو هو الكود اللي كان فيه المشكل وشنو هو الكود اللي صلح المشكل وتحاول تير منه ان ابرونتيساج بعض المرات تقدر يكون عندك سميتو الغوت كوز هو انت ما تشيكيتيش انه واحد لا فاريابل مثلا تقدر تكون انديفايند ولا شي لعيبه قبل ما تستعملها مثلا شو فهاد الوقت تحاول تفكر كيفاش غادي ندير باش نتفادى هاد المشكل من بعد ياك تقدر تكون سوليوشن هو انك تستعمل واحد الغايد ديال لينتر تقدر تكون سوليوشن فهاد الوقت تقدر تكون غايد لينتر تقدر غرض تقدر تكون سوليوشن انك تزيد تاليمونتي لواحد لي بروجيكت ستاندرد اللي خاصين بالبروجي تقول اوكي مثلا نصايب واحد الكومبوننت خصني نحتار من هاد ندير بحال هكا بحال هكا بحال هكا باش ما نطيحش في المشكل مثلا قدر يكون شي حاجه خصك تردها البال في التي اخ اكثر تكنيكال ريفايرمنت تقول اوكي راه خصني نخدم مع هاد اليوز كيس هذا كاين خصك دير بلوس دو تيست بحال دابا واحد تقدر تلقى انه هذيك لي بوغ كاينين في شي بلايص في الكود اللي ما تيستيش بزاف مثلا وتقدر تقول اوكي انايا غادي الهدف ديالي هو انه هاد البلاصه هادي ديال الكود اللي فيها بزاف لي بوغ خصني نطلع الكوفريج فيها ديال لي تيست وكيفاش نراقبوا كيفاش نعرفوا شنو اللي نحسن في لا كاليتي ما كاينش محسن من لا ميزور خصك تميزوري راسك تميزوري تحاول تكونتيفي الكواليتي ديالك اللي عندك في البروجي باش الى تحسنات او الى درتي شي حاجه باش تحسن تبان لك راه بصح تحسنات حيت الا كنتي تدير لاميليوراسيون وما تتميزوريش واش ديك لاميليوراسيون اللي تدير تقضي شي حاجه ولا ما تقضي والو راه بحال تكب ما في الرمله وي اكزاكتومون وحنايا في طامل دو بروجي نستعملوا واحد الفريم ورك سميتو ماشي بك طامل في كاع لي بروجي نستعملوا واحد الفريم ورك سميتو 3S حنايا جلسنا وقلنا اوكي في لو جروب كامل لا كان بروجي دو كاليتي راه خصو يكون فيه عنده واحد ثلاثه كريتير مهمين باش نعتبروا انه هو ان بروجي دو كاليتي كريتير الاول هو ستابيليتي خصو يكون فيه لي باك كريتير الثاني هو سبيد خصو يكون تيتلودا و تي ريبوندي بالزرب الكريتير الثالث هو سيكيور خصو يكون ما فيش الفيونابيل واخا دونك تحاولوا بوغ شاك بروجي
لو تيكليت يشد هاد لي 3 اس وتيحاول يترجمهم بدي زانديكاتور اللي غادي كيفاش نقولها اللي غادي يدويو الكليون يفهمهم. وفاش تبدا من البوزوان ديال الكليون وتتحاول هذاك الشيء اللي بالنسبه ليه اللي غادي يخلي ان هذا البروجي ينجح هاد لي كريتير ديالو هو تحاول تصرفهم دي كريتير تكنيك اللي عندهم علاقه بالكاليد. هلا با جو بونس كاين واحد الكريتير اللي كل شيء غادي يتفق عليه ما حتى واحد يقول لك لا هو لي بوك شحال عندك تاع لي بوك في شحال لي بوك بانوا في السيمانه اللي فاتت او لاش عندك تاع ستوك تاع لي بوك اللي باقي ما تريزولفاوش. هذا انديكاتور. كاين عندك بحال دابا تيقول لك انا بغيت الناس يبني يدخلوا السيت مي يكون داكشي غي اكتيف. اوكي تتقول لي شنو غي اكتيف تي باش تشارج في اقل من 3 سكوند مثلا وشنا هي لا باج واش كاع لي باج ولكن شي باج بلو بريوريتير كو دوت. تقول لك بغيت هاد لا باج تكون تشارج بزاف تتشد هاد لا ميوزو تتحطها في الكي بي اي اللي غادي تراقب ياك. وهاد لي كي بي اي تدير لهم واحد تدير تكون بزاف ديال لي كي بي اي بحال هكا وتدير واحد كل كي بي اي تعطي واحد الوزن باش في الاخر تعطيك واحد السكور تدير واحد لا سوم بلي كويفيسيون تقول لك فوالا راه مثلا ستابيليتي السكور ديالك 7 على 10 7 ونص على 10 مثلا. وهاد الشيء ديال لي ميزور تبارطاجي مع لو كليون بعدا ديجا مزيان ليكيب باش يعرفوا رؤوسهم هما شنو الحوايج اللي خصهم يتاميليوراو فيهم الاميليوري بروجي فيهم. وكل سيمانه في هذيك السيريموني تنبارطاجيو مع لو كليون نقولوا فوالا ها ليتا ديال البروجي دابا هما لي زاكسيون اللي درنا وعاونونا باش نوبتيميزيو حنا دابا كان شي سكور لايت هاوس مشوه هذاك شنو درتي باش تاميليوري على قبل الاي سي او ولا شي لعبه وتقول شنو هما اللعبات اللي بغيتي تخدم عليهم من بعد. الاهم حاجه هو لو كليون يتقتنع بهذاك الشيء يقول اوكي راه شي مهم حيت هو ديك لي ميتريك راك درتيهم انطلقتي من هو شنو تعتبر مهم بوغ لو كليون باش بوغ لو بروجي باش ينجح. فهمتي تقول ليه هادي غادي نديرها ماشي بحال هادي تقول ليه راه جيتي عنده نهار لو قلت ليه راه خصني يكون عندي كوفريج 90% يقول لك علاش هادي خصك يكون عندك كوفريج 90% فهمتي خصك ما بديتيش بديه هو اللي راه هو لو كليون هو اللي عارف وهذاك الشيء هو عنده اهتمامات اولويات اخرى ولكن بحال دابا بحال دابا انت غادي تقول ليه واش بغيتي يكون عندك دي بوكس لا لوجيك ميتي يقدر شي واحد فهمتي يدير شي واحد كوبيليزون تاع لي فالور في واحد لي شون ويدوز على ما خصوش يدوز مثلا واش تقبل يكون عندك لا يقول لك لا هادشي راه مهم هاد اللعبات تقول اوكي هذاك هاد لا لوجيك ميتي اللي غادي ندير غادي امبليمونتي وغادي نديروا لها لي تيست باش نكونوا سيور انه لي ريغليمات اللي اتفقنا عليهم راه ما امبليمونتي مزيان ويكون عندك واحد لا ميتريك على الكوفريج هذيك البلاصه فين انت حاط في بلاصه الكود فين انت حاط هذيك لي ريغليمات صافي هو غادي يبان ليه واحد الكي بي اي سميتها ريغليمات كوفريج 80% ولا 90% فهمتي غادي تفهمها فهمتي غادي يقول لك نهار توصل 30% يقول هذيك هو الاول غادي يقول لك كيفاش لي ريغليمات مكوفرين 30% زعما شنو غادي يكون عندنا ديباك تقول لي لا راه فهمتي راه نخدموا عليها ما بريوريزيناهاش وديك الساعه ما غاديش يدير شي حاجه اللي غادي يحاول يبريوريزي الحوايج اللي غادي يعاونوا البروجي يكون دو كاليتي غادي يولي هو من المدافعين على كاليتي في البروجي. وي اكزاكتلي فاش هضرتي دابا على الكوفريج وعلى لي تيست كنا نعرفوا في لي تيست كاينين بزاف تاع لي تيست نركزوا على 3 هما يونيت انتجريشن و انتو انت واش انت مع ان يكون كوفريج فيهم كاملين استخدامي ولا كتفضل شي نوع ديال لي تيست يكون اكثر من نوع اخر ديال لي تيست؟ It depends. اون جينيرال ماشي بالو ماجوريتي يعني الماجوريتي الاحوال اش كاين اون جينيرال يعني ماشي بالضروره علاقه بالشركات هو المهم يكون عندك كل يكون عندك الانواع ديال لي ديفيرون ماشي فهمتي ثلاثه تيست ما كاينين حتى كان عندهم واحد اليوتيليتي انه تختار ويدار. انا ديما عندي واحد بريفيرونس على لي تيست يونيتير حيت لي تيست يونيتير تيكونوا سرع في الاكزيكيوشن ديالهم وتقدر انت خدام وما تيتيكزيكوتا اون كونتينيو انت تكودي
دير كونترول اس ولا بعض المرات تحتاج قاعد دير كونترول اس غادي تيكزيكوتاو الا كان دخلتي شي ريغريسيون ديك الساعه غادي يقول لك عندك راه شي مابقاش حتى دونك واحد الفيدباك لوب لي صغيره بزاف غير هو في لاندستري ديالنا كاين بزاف ديال لي ديفينيسيون ديال شنو هو انتيست يونيتير دونك انا لي ديفينيسيون ديالتي تقدر تكون ماشي بحال ديفينيسيون ديالك ماشي بحال ديفينيسيون تاع اون اوت بيرسون كاين اللي كيدخل في الانتجريشن وعندنا tout ce qui est infra بوحدو و tout ce qui est consommateur API etc. دونك في الدومين عندنا point d'entrée تكون هما لي use case تقول اوكي بحال دابا تصات الابليكاسيون ديال شي با ديال جلوفو باش حاجه بحال شي حاجه ديال كوموند ديال الماكله مثلا تكون عندك واحد اليوز كيس ديال كوموندي واحد البلان من واحد الريستور هذا يكون هو point d'entrée ديال الدومين ديالك ديال البيزنس لوجيك ديالك وهو الداخل يقدر في الدومين تقدر هذا البوان دونتري هو يعيط على دوتر كلاس ايتترا كي يغوص الدومين واحد القيسه تيخرج من لا فرونتيير تاع الدومين حيت تحتاج يدير شي ابل ابي لابل ابي سي دلايو الايون سي تخشاش وسط الدومين سي بيور لوجيك تكونش عندك بحال هاد اللعيبات دونك في الدومين ديالك انا بالنسبه ليا الا بقيتي في هاد الدومين و تيستي غادي تيستي بعدا شنو غادي تيستي ما تيستيش هادوك اللعيبات اللي كاينين الوسط لي كلاس انترميديير هادوك سون دي ديتاي دامبليمونتاسيون بالنسبه ليا تيستي لي يوز كيس وهذا هو التيست يونيتير بالنسبه ليا في لو كا ديال الدومين تاخذ ان يوز كيس اللي هو واحد فوالا اوردر منيو مثلا ودير عليه تيست يونيتير هو في لي تيست يونيتير ديالو غادي يدوز هو على دوطخ كلاس اللي يحتاجهم هو بور لي هو بالنسبه ليه سي ديتا دامبلومون بالنسبه اللي غادي يكتب لو تي سي ان ديتا دامبلوماتور ما حداش يعرفو لو تيعرف هو غير يوز كيس دكا و كل شيء فرونتيير زعما بحال هذاك لابيل ديال لابي اكسترن اي سيتا تتموكي دونك التيست يونيتير تاعك تدخل من اليوز كيس تتموكي كاع داك الشيء كاين في لا فرونتيير تاع الدومين ديالك دونك الانفرا ما تتعيطش عليها وصافي وهذا بور مو سان تيست يونيتير كامل ان ميموري تري رابيد فوالا دونك هذا بور مو تيست يونيتير ابري تيست انتغراسيون هو ملي تكون شي تيست كروسي البوردر صافي اللي تيدوز من بحال دابا ان اكزومبل دو تيست انتغراسيون بحال دابا انت درتي ديمو اللي رجعت لها تيست يونيتير عندك تيست يونيتير موكيتي جو با موكيتي واحد لابي لابي دكور قلتي في الموك ديالك ملي يوصلك واحد تال انبوت جاوب هاد تال اوتبوت مزيان ولكن شنو اللي تضمن لك انه هذاك الكومبورتمون اللي درتي انت في الموك راه هو نيت اللي غادي تلقى في لابي الحقيقيه ولا شي واحد تيشبه ليه ما عندكش فهمتي درتي واحد ليبوتيز وموكيتها انت انتيغراسيون تقدر تستعمله في هاد لوكا باش تفيريفي انه الا خديتي هذوك الانبوت وضربتي على لا فغي ابي واش غادي يرجع لك هذاك الاوتبوت اللي انت درتي عليه ايبوتيز ديالك في التيست يونيتير دونك بحال قلتي تتفاليدي هذاك تقدر تستعمل ماشي زعما سي با لو سول لا سول يوتيزاسيون مي اون دي يوتيزاسيون اللي تعجبني في التيست انتغراسيون انك تفاليدي بها لي ايبوتيز اللي تدير في لي موك اوكي وتقدر تمشي بعد تقدر تيستي بزاف على كومبينيزون كثار ايتترا اوكي واضحه والان تو اند هو ملي تتكروسي اكثر من اون فرونتيير تتكروسي دو فرونتيير هلا غادي تطلع على الابي وغادي تضرب على الابي والابي غادي تضرب على الموديل ديالك ولا الدومين والدومين غادي يضرب على الباز دوني وغادي يجاوب هذا ان تو اند و سام تايم نقدر نقولوا ميم يو اي ان تو اند سام تايم تقدر دير انت اون جينيرال تقول ان تو اند الناس يفكروا بزاف في اليو اي مي انا ان تو اند بالنسبه لي غير ابي عند غير ابي سيرفيس راه ان تو اند غير وحده بلا ما تطابي لك على فهمتي بون غادي غادي تطابيك على الباز دوني تقدر تطابيك على سيرفيس اكسترن هذيك الساعه ديسكوتابل واش بحال دابا سيرفيس اكسترن غادي يكون عندك دي سيرفيس دي زابي موك او لا دي تضرب على لابي هادي اوكي
être discutable. Mais le plus important, c'est que tu trouves le end point où tu as toutes les couches qui sont et tu as او كتجرب دابا الاند بوينت ماشي انت تجرب ولكن عموما بالنسبه لك انت تدير كاينين الاند بوينت ديال لو باك اند وكدير الاند بوينت ديال الفرونت اند بوحدهم او لا الفرونت اند ما يكونش فيه الاند بوينت انا عطيت ليكزامبل عطيت في ليكزامبل في الابي ولكن راه نفس لا لوجيك تقدر تابليكيها حتى في الفرونت وفي الفرونت كاين اتفاق قل على شنو هما لي بون علاش تيستينغ في الفرونت سايد حيت يا كاين موان دو كونفونسيون ديال التيستينغ في الفرونت فهمتي دابا انت اللي سولتي الدراري ديال الباك تقول لهم شنو خصو يتيست شنو ما يشي دوت اي زعما واحد 90% تاع الناس غادي يجاوبك نفس الجواب غادي تسول الناس في الفرونت كل واحد يعطيك جواب في شكل اكزاكتلي اكزاكتلي متفق معك ايوا بالنسبه للانت بوينت بالنسبه لي انا بيرسونلي ممكن اعتقد ان اليونيت انتجريشن تيكون باك اند يونيت انتجريشن فرونت اند يونيت انتجريشن مي في بيرسونيل مون انتو انتو انتس كنحاول يكونوا سيم تيست بور لي دو يعني كان تيستي تقدر ديرهم بور لي دو ولا انا تخطو لي ديال باش انا تضرب في الفرونت اند والفرونت اند تيضرب في الاي بي اي او ميم تو كنروحو لاخر ولكن كاينين كي قلتي كاين ديزاين ان بوينت ديال اي تو اي لا ان تو اند بالنسبه اونلي لي كول اتش تي بي ولا الكول ديال الان بوينت ديال الباك اند اللي كيكونوا غالبا كتخدم بجيتو اللي كيكون وسط الكود ديالك واللي كيجيريو اه تقدر دير اند تو اند تقدر دير اند تو اند زعما كاين اند تو اند بيان سور فرونسا هو راه اند تو اند يقدر كما قلتي فهمتي تبدا من الانترفاس وتطلع تمشي حتى للسيرفيس اولا تقدر السيرفيس سموكي باش يكون عندك واحد الاند تو اند اللي يكون ما يتعطلش بزاف في الاكزيكيوشن فهمتي وي كاين الوغ باش نكملو ما نطولوش بزاف عليك اسي عثمان عطينا انا معاك جواب نهائي شكون اللي كتفضل قلتي ديال التيست يونيت الوغ من بعدو انتجريشن عاد ان تو اند ولا اليونيت والاول ولو غيست بحال بحال زعما بيرسونيل شكون غادي تبغي يكون فيه واحد الهاند 100% كوفرج يعني كتحاول يكون اكبر عدد ديال الكوفرج فيه اكبر عدد تاع الكوفرج سميتو الدومين اي دونك تيست يونيت تيست يونيت اوكي الوغ عاوتاني سؤال اخر وبعجاله كيف قلتي هيكساغونال اركيتكتشر اللي درتيها وشرحتيها اون ديتاي قلتي لي انكم في واش كيكون فقط لو بيزنس دومين ديالكم ولا تيكون فيها ميم لي ريست اي بي اي ديالكم ولا كيكون فيها اونلي البيزنس دومين يعني البيزنس لوجيك الهيكساغونال اركيتكتشر تكون فيها ثلاثه تاع لي كومبوزون ياك اوكي تكون الكومبوزون الوسطانيه اللي هي اهم كومبوزونت هي البيزنس لوجيك ولكن راه عندك واحد الجهه لا بي زعما لي زين بوينت ايتترا وعندك واحد الجهه توسكي اي او توسكي باز دوني ايتترا باز دوني ويعني كاين اوتبوت انبوت نقدر نقول اوتبوت انبوت فوالا انبوت خليت اسمو انبوت ادابتر اوتبوت ادابتر يس انبوت ادابتر اوكي كنا كنهضروا على الكواليتي وكنت كنتسنى نسمع واحد الكلمه ربما جاوبتيني على الكواليتي وكيفاش نميجوريوها وكيفاش نتعلموا من الاخطاء او من لي بوغ مي كنتسنى نسمع واحد لومو ديال الكرافت مانشيب يعني كيفاش نطلعوا من الكواليتي ديال الكود بما فيهم لي تيستين والتيستين اللي راه واحد البارتي منهم ولكن كما كنعرف كانك واحد من الناس اللي فريمون تري انتريسي بالكرافتمان شيب وكنشوفك في لا كوميونيتي ديال التيك وديما كتهضر عليها واش الكرافتمان شيب كتعاون في هذا في الكواليتي بشكل مباشر او غير مباشر كرافتمان شيب انا بالنسبه لي هو واحد المايند سيت اش يعني كرافتمان شيب هي الحرفه اوكي فهمتي الناس اللي حريفيه تكونوا اللي تيكون تمشي بعيد وتكون عزيز على الحرفه ديالو فهمتي هو البرايد ديالو هو يدير شي حاجه خدامه زوينه وداك الشيء ولكن هادشي زعما عنده امباكت ديريكت على لا كاليتي بحال مثلا دوك تندوي قبيله على اناليزي شنو لي بوغ وداك الشيء كاين اللي واحد اللي ما فهمتي اللي ما مسوقش فورسيمون الكاليتي غادي بوغ غادي يبقى طايف على البوغ فيكس وصافي غادي يدير الميرج بوغ فيكس ويزيد بحال ياك وكاين اللي غادي يقول علاش هذه كيفاش طحت هذا المشكل وكيفاش شنو نقدر ندير باش نتفادى هذا قدر اللي غادي يبقى يكروزي فهاد الليبري غادي يستعمل اللي كان فيها البوغ وشي يقرا الكود سورس ديالها فهمتي ويحاول يفهم يقول اوكي شنو هو الروت كوز تاع هذا المشكل كاين اللي غادي يتحاول يتعلم دي تكنيك جداد باش انفيستي من الوقت ديالو علاش حيت
فهمتي عنده واحد لا فيغتي في داكشي اللي تيصاوب، خصو تيبغي يصاوبو الماكسيموم كاليتي بوسيبل. انا ياك بالنسبه ليا الكرافتمانشيب مايند سيت ديال مايند الواحد سيت اللي باغي ريكوايرد فور ميبي ديفلوبر. او ثاني فهمتي، ماشي كاع الناس بحال بهذا، ماشي كل واحد اللي بغى يكون حريفي قلتي تاك راه فوالا اللي بغى يكون كرافتمانشيب حريفي راه حريفي. فهمتي. ثاني ماشي كلشي باغي يكون حريفي، كل اللي تي خدمه بحال كاع الخدمات. اوكي بوتيتر المهم الحرفه الا بتكون حريفي كتاخذ الوقت اكثر ميبي لا تاخذ الوقت اكثر و سيت نيسيسيتي انفستيسمون اكثر في الوقت. فوالا الوقت زعما في لا ديوري، وفي هذيك لا ديوري خصك فريمون تكون افون في تكون تقرا تتقلب فهمتي. وتخص تحترم واحد العادات ديال لي نورم جو كوا و دي تروك في الكارت مانش بياك هذاك الشيء تيجي مع ما تقلع من الكو... على حساب على حساب تقلب على واه كل دومين عنده الخصائص ديالو. باي ذا واي ماشي فرصه مزيانه ملي جبنا الموضوع ديال كارت مانشيب، راه كاين واحد الكوميونيتي في المغرب اللي تخي موتيفي اللي كتبغي تعرفها 800% كتعرفها 8 اللي هي سوق خاتيس موروكو. وهي سوق خاتيس موروكو اللي كيدير واحد العدد ديال لي ميتاب اللي كيهضروا على الحرفه وكيفاش دير واحد كيفاش تولي حريفي كيقولوا. كيديروا ميم واحد ان كونفيرونس اللي كتكون اونفيرون شهر 3 شهر. الوغ اللي بغى يعرف اكثر راه باش نخليو في لي ديسكريبسيون لليان ديال سوق خاتيس موروكو باش انكم تعرفوا عليه اكثر. انا حضرت ندير لك واحد التيمونياج غابيد. انا حضرت الجوج ديال حضرت الاولى والثاني دابا يلاه داروا جوج تاع لي زيفينمون هادوك تكونوا شهر 3 شهر 4. الكونسيبت زوين بزاف الان كونفرنس كيف ما قلتي. واحد الكونسيبت ديال ماشي عندك اون بيرسون اللي تجي تدير اون كونفرنس كلاسيك افيك دي سلايد وكاين الناس يشوفوا فيها، سي كل واحد مشارك في هاد سوكراتيس تكون هو كونفرنسي اونتر غيومي، كل واحد تي بروبوزيشن ملي سوجي تيعجبو يبغي يدوي عليهم و تيديرو دي جروب بحال دي سال في لي كونفيرونس، و كل جروب تيتناقش هذاك الفكره اللي كان باغي اللي اقترح هذاك السيد. و فريمون تكونوا دي زيشون زوين بزاف، تكونوا دي جروب صغار، تكونوا دي سوجي زوينين، و تكونوا دي اتوليي بحال دابا المره الاخرى درنا واحد الاتوليي باش نكومباريو واحد الاكزرسيس دو ريفاكتورينغ ما بين اكيب عادي اكيب مطايفه معها مع الاكزرسيس الراسه وين اكيب تستعمل شات جي بي تي باش ودي زوتي بحال هكا. كانوا فريمون كان داكشي اكسبيرونس زوين بارفي. الوغ انتم عرفتوا سوكراتيس اذا كنتم انتريسي راه كان سو انترنيت وكاين عندهم دي جروب اللي يقدروا انكم تتابعوا صفحه سور لي ريزو سوسيو ولينكدين سورتو. الوغ شكرا عثمان على هاد المعلومات. يكون باقي عندي نقطة أخيرة إن شاء الله نسالو بها الحلقة اللي هي قلتيها في الأول ونخدمو بها اللي هي اللين. شنو هي اللين وكيفاش كتشوف أن اللين كتعاون الكامباني أون جينيرال و السي تي أو أون برانسيبال؟ اللين أنا كيفما قلت لك في الأول تربطها بزاف بلابرونتيساج. أون فيت اللين تيخليك تحاول تشوف أي مشكل بحال واحد الفرصة أنك تتعلم. هلا بقى دويتي على لي ديدلاين قبيله ما تحترمش الديدلاين، في تقدر ما تحترمش الديدلاين بحال هذوك لي كونتر ميزور اللي دويت لك عليهم ديال نديرو دي تيكيت غام نديرو لي تي ار ايتترا ايتترا. سي لي سي حوايج اللي جاوا ماشي قريناهم في واحد الكتاب، حوايج اللي جاوا من حنايا لي زيكسبيرونس ديالنا وشنو تعلمنا منهم وشنو الحوايج اللي لقينا انهم تيعطيو ريزولتا زوين. دونك وهادشي تنعيشوه كل نهار كل مشكل ديما المشاكل فرص باش اننا نتعلموا. عندنا واحد البليمليس كالتشر في نيبلويز اللي بالعكس حنا الناس نقول لهم غلطوا ماشي مشكل، ولكن اهم حاجه انكم تعلموا وتبارطاجوا داكشي اللي تعلمتوا، ماشي تعلموا بوحدكم، تبارطاجوا مع ليكيب ديالكم بعدا هي الاولى وتبارطاجوا ايفونتيلو مع حتى لي زوتر نيبلور اللي معاكم. دونك هو هذا. دونك الهدف ديال لين سي دو فير دو لا كاليتي. كيفاش تحيد دير لا كاليتي؟ هو فيما تكون شي مشكل تحاول تتعلم منه وتكون اوتونوم باش تعرف راسك بعدا واش داكشي تدير واش دو كاليتي ولا لا. من حوايج من لي ميكانيزم اللي تنستعملو بزاف هو لي ستوندار. شنو هو ستوندار؟ هو بدك مسموح تندوي على المشاكل، ولكن باش تعرف بعدا شي حاجه اللي تشوفها واش مشكل ولا ماشي مشكل.
تجيش واحد يقول لك تيكي ديال النهار درتو في يومين ماشي مشكل عادي فهمتي. ولكن او لا يكون عندك 15 باك في الابليكاسيون عادي ماشي مشكل. دونك حنا عندنا دي ستاندارد من الحوايج اللي تخليو اي واحد فينا بالويز يعرف واحد لا سيتوياسيون واش لا سيتوياسيون عاديه ولا ماشي عاديه. ومني ما تكونش عاديه تيقول اوكي صبر هاد لا سيتوياسيون ماشي عاديه. ها هو العادي مثلا ما يكونش من فهمتي شي حاجه استيمي في نهار تفادي في نهار علاش هاد الفلوكه هذا ما كانش هاد لا سيتوياسيون عاديه كان انيكا تسمى انيكا. وبهذا وهو براسو تيقدر بوحدو تي اوتو ايفالوي لا كاليتي ديال داكشي اللي تيدير تتباز على هاد لي ستاندار. و ملي تكون دي زيكار تيحاول انفيستيغي علاش كان دي زيكار واش كاين مشكل في ستاندار. يقدر يكون مشكل في ستاندار ما خدش بعد الاعتبار واحد لا سيتوياسيون اكس ولا ايكغيك. يقدر يكون شي حاجه اخرى اللي غادي تكون فرصه انه يتعلم منها. وي كلير واضح. شكرا بزاف سي عثمان. باي ذا واي الناس كيتفرجوا في الحلقه راه الحلقه مسجله فقط متأخر من الليل وسي عثمان جلس معنا وبارطاجا معنا الوقت من بعد واحد النهار اليوم الاثنين واليوم نهار مليء بالعمل والمسؤولية. شكرا بزاف سي عثمان وكنشكرك بزاف على هذا الوقت اللي معتي المشروع البرنامج وللناس اللي كيتفرجوا فينا. شكرا لك بزاف. انا بعد ما حسيتش الوقت كي داز ساعة احنا داوين زعما شكرا بزاف لهذا البادرة هذه هذا بيستك موروكو اللي تخلي انه كل واحد يقدر يدوي على الناس يكتشفوا الشركات عن طريق الناس اللي خدامين فيها وتشوف طريقه اخرى ديال كل واحد تيدوي على الطاقه كيفاش يخدم وشنو تيبان له والاراء ديالو. زوين بزاف و فوالا تبارك الله عليك و شكرا بزاف. شكرا كلمات فريمون تشعرنا بالفخر. شكرا بزاف. شكرا بارك الله عليك. الوغ مستمعين ومتفرجين بالحلقه ديال ام تي ال مروكن تيك ليد في بيستيك موروكو شكرا بزاف على المتابعه ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده مع ضيف جديد. شكرا.